معي على الهاتف دكتور كمال الهلباوي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. تصريحات نسبت لحضرتك انك انت قلت ان الشيخ نمر النمر هو رجل عظيم وانك ادنت اعدامه. اكيد 100%. نعم. طيب كيف تفسر لنا ذلك؟ اسمع الكلام، اسمع يا استاذ. اتفضل يا فندم. الطريقة التي يعدم بها الرجل ووضع اسمه ضمن الارهابيين من القاعدة وغيرها، هذه طريقة غير مقبولة. هذا رجل عالم، وهناك توتر بين السنة والشيعة، هذا يزيد هذا التوتر اشتعالا. وهو رجل محب للسلام كما أعرفه وكما رأيته في ندوات ومؤتمرات كثيرة، فأنا أدين إعدامه وأدين إعدام أي حد ما لم يكن بالمقتضى الصحيح. التهم التي وجهت إلى الرجل هي الخروج على الحاكم، عدم طاعة ولي الأمر، إنما هو لم يقتل، ليس هناك قصاص، لم يقتل أحدا حتى يقتل معه، وليس هناك طريقة قصاص، هناك اتهامات. يجب أن يفتح المجال للدفاع عنه وأن يكون القضاء مستقل حتى دكتور كمال الإنسان. لكنه متهم بالإرهاب ويعني محاولة قلب نظام الحكم وعمل فتنة، هذه تهم باطلة كلها. يعني كيف تؤكد أن هذه تهم باطلة، أو كيف ترى من وجهة نظرك أنها باطلة؟ ليس هناك دستور وليس هناك قانون يطبق، ليس هناك قوانين معمول بها من الفقه الإسلامي ولا من الشريعة الإسلامية. وريني القانون الموجود الذي يحاكم به الرجل. طيب دكتور كمال، يعني البعض بيربط بين هذه التصريحات وبين زيارتك لإيران. أنا أسافر إيران، أسافر أي مكان ما عدا العدو الحقيقي إسرائيل. أنا أسافر المكان اللي أنا أريد وأشارك، ويحسب علي كلامي سواء في إيران أو غير إيران. أنا أقول هذا الكلام وأنا في القاهرة ولست في إيران. أنا كنت في مؤتمر وقلت كلام نقلته وكالات الإعلام جميعا. نعم. ولا أتبرأ من كل كلمة قلتها. نعم.